متحف إيكولوجي يدور حول ثيمة الماء، ووراء الفكرة زيد أعبو الذي حول منابع عين لالامي منابت جداد إلى فضاء ثقافي وسياحي. هنا مثلا نكتشف معه ساعة مائية تعود إلى أزيد من 16,000 سنة قبل الميلاد. المهم أنني أنقذت عيون الماء هذه من الإهمال والحفاظ على البيئة من مرتكزات هذا المتحف. هناك أيضا جانب فني متعلق بالأدوات القديمة واللوحات، وأنا الآن بصدد إعداد متحف للكلمات، بمعنى أنني سأدرج كلمات وجملا دينية فلسفية وعلمية لها علاقة بالماء. يكتشف الزائر بهذا المتحف تاريخ الماء بواحات الجنوب الشرقي، وكيف كان الإنسان قديما يستعمل الماء، بل وكيف كان استقرار القبائل مرتبطا بهذه المادة. كل هذه الأشياء تثير فضول ودهشة الزوار. إنه مكان مدهش، لم أكن أنتظر اكتشافه، وصاحب المتحف استطاع القيام بعمل جميل من خلال تثمين هذه العيون الطبيعية وكذا التراث المحلي. أنا من الرباط، سي لا بروميير فوا تنجي لهنا للفيلاج هذا. جيتي اون باساج، جي في لي درابو، جي في ان موزي، جي رونتري، جيتي تري ايتوني. Surtout à propos de tout le truc, à propos de l'eau, l'entourage, il y a des trucs qu'timin, tuhaf. متحف الماء يقع على بعد كيلومترين من مدينة تنجداد في طريق نحو تنغير، مكان يستحق فعلا الاكتشاف، وعبره سفر نحو التاريخ والحياة البدوية بالجنوب الشرقي.